جميل، احنا كده بنسجل يا جماعه، خلي بالكم ها، عشان بعد كده هنزل لكم الكلام دوت متسجل تسمعوه تاني وتالت. ما نحترق. تمام. ميد اب اوف، هنا ما اقولش اوف، ميد اب اوف يتكون من، يعني مثلا ممكن اقول ايه؟ ايوه في كلمات كده جايه لي مش عارفه ادوس على انهي. وانا جوي الكلمه الزرقاء، الكلمه الزرقاء تعالي اللي هي ليه؟ الكلمه الزرقاء ديت. في كلمه جايه كده كلمات كتيره وجايب لي كلمتين تحت ادوس على انهي. كلمات كتيره، لو في زرقاء كبير، لو في اي حاجه شيليها، لو في اكس شيليها. ازيك يا ساندي؟ لا مفيش اكس. بص هو لازم يكتبوا عليها اضغط على جاتت. اضغط على قدم جات ايت. اضغط عليه. ايوه قدت. طب هرجع اقول تاني الكلمات من الاول، ماشي يا جماعه معايا؟ مستر سان ادوس على ليف ميتنج ولا جات ايت؟ بتقولي ايه يا حبيبتي؟ ادوس على ليف ميتنج. لا 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 لا، لو ليف ميتنج هتتركي هتمشي هتطلعي بره. اه جوت ايه؟ ما فيش شرط. مش حاطط مكتوب الثانيه؟ خلاص ما تعمليش، ما تدوسيش على زرار ليف ميتنج. ليف ميتنج يعني سيب الميتنج اتركيه. ثاني هبدا من الاول ثاني. هنقرا الكلمات؟ ماشي يا اولاد يلا بينا هنقرا الكلمات. اول كلمه دايجستيف سيستم، دايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، دايجستيف سيستم. Body, 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 you, when, you, when, when, to, when, chew, chew, swallow, 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 then, stomach, stomach, special, special, special liquid على بعض معناها سائل خاص, liquid, energy, energy, respiratory system. Respiratory system الجهاز التنفسي. Nutrients ما قلتش nutrients. Nutrients nutrients المواد الغذائية. Need need يحتاج. Need breathe 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 يتنفس. Air air air. Throw throw nose nose lungs lungs oxygen. Blood. Oxygen. Blood. 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 Heart. 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 Human body. Human body. Pump. Human pump. Pump. Around. Around. Around the body يعني حول الجسم. Bones. Bones. العظام. Muscles. Muscles. العضلات. Skeleton. Skeleton. هيكل العظمي. Protect. Protect يحمي. Organs. Left. Left. Turn. Turn. Letters. 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 طب بص معايا الكلمة دي eat الماضي بتاعها A. Eat. Eat. A. A. Drink. Drank. Drink. Drink. Drank. Make. Make. الكلمات دي مهمة جدا. Change into معناها يتحول إلى، يعني مثلا قلنا إيه؟ The food changes into يتحول إلى assembler. مين يكمل لي الكلمة؟ Assembler إيه؟ Assembler form. الله ينور يا أحمد، برافو عليك. Simpler form اللي هو شكل أبسط. يبقى change into معناها يتحول إلى. Breathe in يستنشق. We breathe in. مين يكمل؟ ايه ايه اوكسجين. لا يعني احنا بنستنشق ممكن اكسجين، صح؟ ممكن اكسجين. go to go to يذهب الى. is passed to ينتقل الى، يعني مثلا the oxygen is passed to الاكسجين ينتقل الى our lungs الرئتين. made up of يتكون من، طب اللي هيكون الجمله دي تبقى حلو كملها لي. the skeleton is made up of a organs. Organs. Muscles. Muscles. Bones and muscles. لا. Bones. Bones. برافو عليك يا، برافو عليك. برافو يا ريماس. انتوا احنا قلنا the skeleton الهيكل العظمي is made up of all our bones يتكون من كل العظام. skeleton هيكل عظمي يتكون من ايه؟ بيتكون من bones. من البون.
يوسف الحمد لله على السلامة. Attached to معناها يرتبط بي. Attached to مرتبطة. طب سؤال للولا يوسف اللي لسه دخلنا دلوقتي. يوسف our muscles العضلات بتاعتنا is attached to بترتبط بالإيه؟ البونز. برافو عليك. يبقى كلمة attached to معناها مرتبطة بي. Make us strong. إيه اللي بيجعلنا strong يا جماعة؟ أشرقت إيه الحاجة اللي بجسمنا بتخلينا strong؟ السكيلتون. جولتي بونز صح واللي قال سكيلتون صح بس هو اللي بيخلينا واقفين على رجلينا وخلينا أقوية وبنقدر نلف دي اسمها سكيلتون الهيكل العظمي. Make us move بيجعلنا نتحرك. طب إيه اللي بيخلينا نتحرك؟ muscles العضلات. الله ينور. بص يا شباب اول باراجراف مهم جدا. انا عارف ان انتوا عارفين يا حبيبي والله انا عارف وانا قلت النهارده بالذات انا هراجع حاجه احنا اخذناها لسبب احنا لسه بنتدرب على البرنامج الجديد عشان المره الجايه لما اقعد معاكم يبقى انت خلاص فاهم ناخد حاجه جديده تبقى انت الدنيا اسهل بالنسبه لك. يلا يا ريماس اقري لنا الدايجستيف سيستم. اتفضلي. We use our digestive system when we eat. الباقي مش باين. يا راجل يا طيب كلام مش باين ازاي؟ لا اللي بعد eat مش باين. And drink. We chew and swallow food then in goes our stomach. And in the stomach. In the stomach. Special liquid. والله يا مستر الكلام مش باين A special liquid changes. الحمد لله على السلامة سالم. سالم يا مستر حبيبي. ها كملي يلا ريماس. Change the food into energy and nutrient. يا سالم ده سنة رابعة سالم يا حبيبي انت اخوك صغنن سنة رابعة ولا انت في سنة رابعة؟ انت معادك يا سالم الساعة 7 حبيبي. انا معادي الساعة كام؟ 7 7 7 ثانية؟ اطلع وخشي لي الساعة 7 ماشي يا حبيبي كملي يا حبيبتي يلا. Need our in our body. جميل الله ينور عليك. يلا حبيبتي انا عايز حد تاني يقرا. مين يقرا؟ انا يلا يا ندى. We use our digestive system when we eat and drink. We chew and swallow food then it goes to our stomach. In the stomach a special liquid change the food into energy and the nutrients that we need in our bodies. جميل. عدي اقرا لنا كده respiratory system يا عدي. We use our respiratory system when we breathe. We breathe in air through our nose. بص بقى يا عدي. بص بقى يا عدي وبص الولاد كلها. بيجي لك في الامتحان يقول لك we use when we breathe لما بنتنفس we breathe in air نستنشق الهواء through our ويقول لك lungs الرئتين ولا nose. انت بتستنشق الهواء من خلال الرئتين nose. عشان في ولاد كتيره قوي بيقول لك ايه ان احنا بنتنفس من خلال الرئتين. لا احنا مش بنتنفس من خلال الرئتين. لا هي الهواء بيدخل في اللنجز. تمام يلا كمل. And it goes to our lungs. In the lungs, the oxygen in the air is passed to the blood. Our heart. يعني ايه كلمة our دي يا عدي؟ هديك 5 جنيه لو عرفتها. طب خليها 10 جنيه. من خلال؟ لا ده ضمير ملكي. ده ضمير ملكنا. انا لو قلت اور هارت قلبنا ملكنا اور هوم بيتنا اور فادر بابانا يبقى كلمه اور ده ضمير ملكيه حاجه بتاعتنا يبقى اور هارت قلبنا. بيعمل ايه بقى اور هارت ده؟ كمل يا عدي. هارت بامبز
blood around our body. جميل. أشرقت. يلا أري. Respiratory system. We use our respiratory system when we breathe. We breathe an air through our nose and it goes to our lungs. In the lungs, the oxygen. In the air, it's breathed to the blood. Our heart pumps its blood around our body. Paris, run the bones and the muscles. Our skeleton is made up of all the bones in our body. شكرا لك. اسمع بالحتة دي. انت قلت لي our skeleton. يعني ايه كلمة our بقى؟ Our skeleton. ملكية. هياكلنا العظمية. مالها؟ كمل. Is made up of. احنا قلنا كلمة made up of يعني يتكون من all يعني جميع the bones العظام. All the bones. Body. تاني اقراها كلمة This كلمة. Make تاني من الأول. Our skeleton is made up of all the bones in our في حاجة استرزرت. من عنده. Antivirus. In our body. This make us strong and protect our organs. Muscles are attached to our bones and they lift and turn bones to make us move. جميل. هقراها تاني وهوضح لكم كلمة كلمة. بص معايا شايفين النقطه الحمراء اللي بتتحرك دي صح؟ تمام. Our skeleton هياكلنا العظميه is made up of تتكون من all كل the bones العظام in our body في جسمنا. These make us ده بيخلينا strong اقوياء and protect ويحمي our organs اعضائنا. يعني القفص الصدري بيحمي الاعضاء الداخليه. العظام بصفة عامة في الجمجمة بتحمي برضك المخ وبتحمي الحاجات اللي هي soft organs. كلمة soft يعني ايه soft؟ طري ناعم او طري. يبقى دي بتحمي soft organs. Muscles العضلات are attached to بترتبط بـ our bones بالعظام and they lift وبيخلونا نشيل and turn ونحرك bones العظام to make us move عشان تخلينا نتحرك. تمام الله ينور. بص يا شباب. In the stomach, a special liquid changes the food into energy and nutrients that we need. كلمة ذات معناها التي أو الذي. That we need. التي we need أن نحتاجها in our bodies. أنا عايز دي تقراها لي ندى. In the stomach, a special liquid changes the food into energy and nutrients that we need in our bodies. فارس اقرانا. In the stomach, a special liquid changes the food into energy and nutrients that we need in our bodies. الله ينور عليك يا حبيبي. ما شاء الله. شايفين حرف الجر 2 ده اللي تحت منه الكرة الحمراء؟ اه. 2 هو حرف جر بمعنى إلى، لكن لما يجي وراها فعل تبقى معناها لكي. طب نقرا الجملة ديت. They lift هما بيرفعوا and turn bones. وبيدوروا العضلات بيخلوها تستدير to make لكي تجعل us اللي هو نحن لتجعلنا move نتحرك. الله ينور. أشرقت. مين ما قراش حاجة خالص يا جماعة؟ أنا. يوسف. أنا. أحمد قرانا نمرة واحد كده يا أحمد. When we eat and drink we use our digestive system. أحمد يعني إيه كلمة when يا أحمد؟ when متى؟ عندما. هي بص انا قلت لكم السنه دي انا ماشي. جميل. ساندي موجوده ولا طلعت؟ انا هنا. ماشي يا ساندي. احنا قلنا يا ساندي لو تفتكري ان كلمه وين احنا قلنا اول حصه ليها معناها متى صح؟ لكن السنه دي هنستخدمها كتير بمعنى عندما لما. طب اعرف منين يا مستر وين تبقى معناها عندما؟ لما يجي ورا منها فاعل. يعني مثلا وين وي عندما نحن، وين اي عندما انا، وين سامي عندما سامي. لكن لو جاء وراها حاجة تانية غير الفعل تبقى معناها متى. يعني مثلا قلت وين دو يبقى متى. شباب عايز أقول لكم حاجة بسرعة. الزمن الحصة بيبقى 40 دقيقة والنت بيفصل. هخش تاني هتخش تاني بنفس الطريقة اللي انت دخلت بيها المرة الأولانية.
يعني ناقص 10 دقايق والنت هيفصل دلوقتي والبرنامج هيتقفل. اول ما البرنامج يتقفل خش تاني معايا بنفس الطريقه اللي دخلت المره الاولانيه. كلنا سمعنا؟ تمام. في نفس الوقت طب عشان هو شغال بالوقت زمن بيفصل بعد 40 دقيقه او 50 دقيقه بيفصل بعد 50 دقيقه بالظبط. مش ترى بعد ما نطلع ناخد تاني هنخش تاني هتطلع او كل نفس الوقت يا حبيبي ايه في نفس الوقت ساعتها اقفل البرنامج وخش تاني. طيب ساندي قريلي كده الجمله الاولى ساندي. We win and drink you. We use our digestive system. جميل. الجمله الثانيه اقريها لي يا ساندي برضك. When we breathe our respiratory system. الثالثه اقريها لي اشرقت. When we move we use our bones and muscles. يبقى احنا لما بنتحرك يا عدي تفتكر بنحرك الدايجستيف سيستم يا عدي ينفع؟ لا. طب بنحرك الجهاز التنفسي. برافو عليك. When we move لما بنتحرك we use بنستخدم our bones and muscles. برافو عليك. بص هنا did you know هل كنت تعرف؟ عارفين ان جسم الانسان فيه 5 لتر من الدم؟ معلومه جديده. Did you know هل كنت تعرف؟ Did you know there are about 5 liters of blood. You got 5 لتر من الدم in the human body في جسم الانسان. ريماس اقريها لي المعلومه ديت. There are about 5 liters of blood in the human body. كلمه about يعني ايه كلمه about؟ about حوالي. برافو عليك يا اشرقت. حوالي تقريبا. ما هو جسم الانسان يعني مثلا عدي لو خدنا الدم اللي هو ما عندوش دم اصلا احنا عارفين، لكن لو خدنا الدم اللي موجود عنده كله لقيناه 3 لتر ونص، هقول له لا هرجعه المصنع مش هينفع. لا هو بردك تقريبا حوالي 5 لتر. واحد عنده 5 لتر وشويه يبقى بردك مش مشكله. يلا ياسين. ايه ده الحمد لله على السلامه ياسين. اقرا ياسين نفس الجمله. Did you know these are about 5 liters of body blood in the human body. يعني ايه كلمه there are يا ياسين؟ يوجد حوالي. يوجد. لا يوجد بس يوجد. About هي اللي حوالي. طب وذير از معناها ايه؟ يوجد بس واحده للمخ مستر وذير كم؟ ذير ار ذير از. لا ما دي ذير ار معناها يوجد وذير از كمان برضك معناها يوجد بس واحده للمفرد وواحده للجمع. يعني هنا للجمع لما عشان انا قلت ذير ار اباوت يوجد حوالي 5 لتر حوالي 5 لتر عشان كده جمع. طب لو كان في 1 لتر يبقى كنت هقول ايه؟ ذير از اباوت ذير از. طيب يلا يا سين اقرا لي الكلمات ديت اللي تحت كل جزء من اجزاء الجسم. heart يا راجل. طيب heart stomach lungs skeleton bone muscle blood. يلا اشرقت. heart stomach lungs skeleton bones muscles blood. تمام. يلا بينا بقى ايه اسئله. يلا بينا هنبدا كده بالدور. يلا عدي اقرا اول سؤال. We use our digestive. لا انا عايزك تقرا حبيبي ما يهمنيش الاجابه. يلا. We use our system when we breathe. وبتقول digestive. الاجابه ايه يا حبيبي؟ digestive. لا براكتيك. عارف يا عدي انا هقطع تذكره مخصوص بالطياره واجي اضربك هينزلك كده بس هينزلك قفا واديك قفا. اتلخبطت ولا بص له طلع ودان لما ارجع بالسلامه يا فارس فكرنا اديله على قفاه الواد ده. ماشي يلا فارس ماشي طلع له ودان الاثنين. ماشي. وي يوز اور ريسبيراتوري سيستم. عرفت منين يا مستر ريسبيراتوري سيستم؟ عشان when we breathe. شايفين الكلمه الاخيره دي when we breathe عندما نتنفس. لا ما شفتهاش ولا ما حستش. عشان كده دايما اقول للطالب عدي بيقول ما شافهاش عشان كده بقول لعدي اقرا السؤال للاخر يا حبيبي عشان تحل صح. يلا فارس السؤال الثاني. we use our system when we eat and drink digestive. شايفين الخط اللي انا حطيته؟ جميل. طب يلا اشرقت السؤال الثالث. Our bones and
these muscles, arms help us to move. برافو عليكي. عظام وايه؟ مستر واحد كتب انا زين. يا حبيبي؟ واحد كتب انا زين، واحد كتب انا زين. اهلا بيك. يبقى هنا muscles. يلا رماس. فور. ماشي. يلا رابع. We can chew and food. swallow. برافو عليكي. We can chew نقدر نمضغ and swallow food. ونلعب نبلع. ونهض ونبلع. نبلع. swallow. swallow. swallow food. طب جميل. ساندي نمبر 5. Breathe in air through our nose. We breathe in air through our nose. لو كان كاتب لك حتى lungs لا كانت هتبقى nose. يلا ياسين انت لسه قاري مش كده؟ مين من البنات ما قريتش؟ رماس. لا رماس قالت، مين ما قالش؟ ساندي. ساندي يلا ساندي. ساندي قالت. قالت رقم 5. 6 مستر انا بقى. انت مين؟ طب قولي ايه؟ انا ندى. ندى بعد ساندي. بنتي ساندي 6 وانتي 7. يلا ندى. يلا ساندي. Our heart muscles, stomach, pumps blood around the body. Stomach. تمام. لا heart. Heart. Our ايه؟ pumps. اول ما بصوا يا شباب، اول ما تلاقي الكلمه دي شايفين انا عملت لكم دايره على كلمه ايه؟ pumps. اول ما تلاقي كلمه pumps من غير ما تفكر يا دخ يبقى heart على طول. ماشي يا ندى. 7. Our is made above bones in our body skeleton. يبقى our skeleton الجهاز الهيكل العظمي made up of يتكون من، عشان كده بقول لك احفظ الكلمات الاولى. Skeleton. تمام. ثانية واحدة. مستر هيبقى كمان دقيقتين. مستر في دقيقتين. ماشي يا حبيبي، مش حبيبي، براحته. مين ما قراش خالص يا جماعه؟ مين ما محلش؟ ياسين. يلا احمد وبعد كده ياسين. احمد 8 وياسين 9. يلا يا احمد. The special liquid in our stomach manages the food nutrients. برافو عليك يا احمد. بص يا حبايبي بقى، الحته دي بقى مهمه جدا. العصاره اللي موجوده في المعده بتاعتنا اللي هو بنقول عليها سبيشال ليكويد، اللي في منها كونكت بنقول عليها جاستريك جوس. دي بتحول الاكل لحاجتين، طاقه وعناصر غذائيه. يبقى the special liquid in our stomach changes the food into energy and nutrients. يلا ياسين نمبر 9. We use our teeth to chew food. We use our teeth to chew food. يوسف 10. يوسف فين؟ ماشي. In the lungs the oxygen. In the air pass to the blood. جميل. خلي بالك يا شباب، الدم ده وظيفته حاجتين، بيشيل حاجتين. الدم في جسمك بيشيل حاجتين. عشان تقوي العضلات دي انت محتاج نوترينتس. يبقى بيشيل النوترينتس عشان يحركها جوه الجسم، والاكسجين عشان توصلها لكل اجزاء الجسم. يبقى هنا قلنا ذا بلاد كاريز، الدم كاري، كلمه كاري يعني يحمل. سي اي دبل ار واي، عايز تخليها مفرد يبقى سي اي دبل ار اي اي اس، يبقى كده يحمل. بيحمل ايه؟ اكسجين ونوترينتس. جميل. نمبر 10 يوسف، انت قلت نمبر 10 مش كده؟ لا احمد. حد ما قالش حاجه تاني؟ هنبدا تاني من عدي يعني؟ انا مش عايز اقول انا رميت. مستر هيقف. مستر هيقف. اول ما يقف هنخش تاني. ماشي؟ ماشي. جميل. يلا رماس قولي 11 لحد ما يقف البرنامج. ماشي. The bones make up